فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحن كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانا يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. جدي يا حبيبي يبي نمشي يا جدي نلعب مع وسام ولد جارنا، اصلا نقلنا عند العب واجده وقال لي تعال العب معايا وقصد معايا في العشيه. يا ولدي المفروض انك تشوف باتك وامك ما تقوليشنا، مراتهم مش موافقين على ماشيتك، وانا ما نقدرش نخليك تخالف رغبتهم، والمفروض تسالهم هم يا باتي. يا جدي انت عارف مش حيخلوني نمشي يا جدي، وانا عارفك انك انت طيب وحنين معايا، ودي ما تحكي لي في قصص حتقولي امشي. ما دامك عارف انه مش حيوافقوا يبقى عليك طاعه والديك، لأن طاعة الوالدين واجب علينا وحق على كل ابن آدم، وطاعتهم أوجب حتى الله سبحانه وتعالى، فطاعة الوالدين من طاعة الله. ثق وتأكد بأن والديك لما يمنعوك من حاجة معناها ما فيهاش خير لك أو فيها خطورة عليك، وإن فيها مضايقة لغيرك، لأنهم أمجربين في الدنيا ويعرفوا أكثر من اللي أنت ما تعرفش. تبي وشني يا جدي اللي هم يعرفوه ونحن ما نعرفوش يا جدي؟ يا واجد أبسط مثال كيف صاحبك وسام اللي تبي تمشي تلعب معه. هم يعرفوا بأن دخول بيوت الناس يتطلب استئذان من صاحب الحوش اللي هو من؟ بات أسامة. ويعرفوا بأن للبيوت أسرار ما تجيش تخش على الناس وتعرف أسرارهم وما يبوش حد يعرفها. وبعدين مرات أسامة دعاك لزيارته ومش قايل لباته ولا لأمه، يبقى شنو؟ غلط. باهي كان ما هو يلعب معايا هنا؟ قول لباتك قبل وخليه يقول الباتا، وبعدها ما فيهاش مشكلة. أهم حاجة الله الله في والديك، أسمع كلامهم وما تزعلهمش. تمام؟ باه يا جدي باه، يعني أنا نقول الباتي وأمي وهو يقول باتا وأمه. أيوة هيك ما شاء الله عليك. باه يا جدي، توا هالموضوع هذا اللي دوينا عليه توا قصدك في قصة يعني؟ ضروري كل حاجة لها قصة يا سيدي. قصة هالموضوع كان في يوم من الأيام راجل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عايش هو أمه وزوجته، وفي يوم من الأيام خش هذاك الراجل الحوش وفي يده هدية لمن؟ لزوجته. الأم شافت الهدية وهو يعطي فيها المن؟ لزوجته. وما جابش هدية كيف هالأم. الأم مزعلت وخذت في خطرها وجعتها، بس ما بدش شنو؟ ما بدش تقول هلا. شاف المرات وأمه لا. عدى هذاك الراجل مرض شديد وقعد راقد منها في الفراش. وعليش يا جدي؟ من ربي عدمر مش من عندنا. قعد هالراجل في الفراش وقعد بين الحياة والموت. جوه أصحابه يزوروا فيه وقالوا له يا أخونا انطق الشهادة انطق الشهادة، وكل ما يجيب ينطقها ما يقدرش. الرسول عليه الصلاة والسلام مشال الأم وقال لها سامحيه، قالت له لا ما نش مسامحته. قالها عليه الصلاة والسلام خلاص تولم وحطب ونحرقوا ليدك. ايه
لما الولية شافت هذيك النار الكبيرة رق قلبها على ولادها وقالت له مسامحته يا رسول الله. وبعد ما سامحته نطق بالشهادة بكل سهولة. عشان هيك يا وليدي ربي كرم الوالدين في القرآن وقال لنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا، تتصلوا هذه فكرتنا، تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صيفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا، يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي، مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح، هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي، نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية، البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن، هابي تستيك.